مؤسسات حياة كريمة في تنفيذ فعاليات مبادرات تقدر في 10 أيام، والتي تستهدف تقديم محاضرات علمية لمختلف المواد الدراسية لطلاب الشهادات الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون امتحانات هذا العام في إطار دورها المجتمعي ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية ودعم للطلاب في محافظات الجمهورية كافة. إقبال كبير لطلاب المرحلة الثانوية العامة على محاضرات المبادرة، والتي تشمل عرضا لمختلف مناهج الصف الثالث الثانوي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. أنا مدرسة أخصائية في مدرسة عبد الحميد رضون الثانوية، وكنت من ضمن المشاركين في مؤسسة حياة كريمة المستضيفين في مدرستنا مراجعات الثانوية العامة 10 أيام، وكانت بجد فعلية، بنقضوا مع الطلبة لغاية انتهاء التوقيت، وبصراحة بندعمها لأن هم صح ساعدوا طلاب كثيرة كانتش بتاخد دروس. السلام عليكم، أنا أزهر أحمد من محافظة سوهاج دار السلام. أنا حابة أشكر حياة كريمة على المجهود اللي هي عملته معانا، بجد مراجعة العربي النهاردة كانت الفيزياء والكيمياء كانوا جميلة، وأنا حابة أشكرهم بجد على المجهود اللي هم عاملينه معانا ده. أنا اسمي مصطفى قدري، بشكر حياة كريمة وبشكر كل الأعضاء، احنا لمينا المنهج في 10 أيام، وكل الدعم لحياة كريمة والأعضاء والفرقة كلها، والحمد لله احنا عملنا مجهود جامد، ومن أول السنة يعني كنا مستهترين وجينا دلوقتي والحمد لله يعني، وذاكرنا جدينا واجتهدنا، وإن شاء الله مستعدين للامتحانات ومستعدين للأيام اللي جاية. أنا اسمي آية سيد من سوهاج مركز دار السلام، وأنا النهاردة في مؤسسة حياة كريمة، وبحب أشكرها على المجهود اللي هي عملته معانا، عملت مجهود جبار ووفرت كل الإمكانيات اللي ممكن تساعد أي طالب، وفرت كمان لينا مراجعات ممكن تساعدنا جدا في الامتحانات، وعملت معانا مجهود ما فيش حد عمله قبل كده، يعني في 10 أيام قدرنا نلم اللي احنا ما قدرناش نلمه في السنة كلها، وبجد يعني بنشكرها وربنا يوفقها كمان. أنا فعلا بشكر جدا مبادرة حياة كريمة على المجهودات بتاعتها، وعلى الإشراف للناس المحترمة اللي كانت متواجدة معانا، وعلى المدرسين المحترمين اللي كانوا بيشرحوا لنا. احنا فعلا استفدنا جدا من المبادرة دي، وحرفيا لمونا قدر كبير جدا من المنهج، ويعتبر احنا لمينا المنهج كله في ال10 أيام دول. شكرا مبادرة حياة كريمة، وشكرا لكل من ساعدنا فيها بإذن الله، وشكرا لكل الإشراف. الطلاب أنفسهم أعربوا عن سعادتهم البالغة واستفادتهم الكبيرة فيما تقدمه المبادرة خلال فعالياتها على مدار 10 أيام الماضية، مؤكدين حرصهم الشديد على متابعة كافة محاضرات المبادرة. محمد رفعت، طيبة.